قبل ما نتابع فقراتنا لليوم مع اولادي بالدنيا بدي اتشكر كل اللي عم يبعثوا لنا اجوبتهم على سؤال اليوم عبر الفيسبوك. بدي اتشكر كمان المجهود الكثير كبير يلي عم بيجي مع الاشعار، ميرسي لكم. كيف كان هالويك اند؟ بتمنى كمان تكونوا كتار، نقدر نتواصل طبعا من خلال الاسئله ومن خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي متاحه عبر عالم الصباح. اذا محطتنا ايطاليا عن جد كمان محطه كثير مهمه، بالرغم من انه خلصنا السنه الدراسيه انما بهالاسبوع في النتائج. ولادي بالدنيا مارتينا الزغبي، صباح الخير، اختصاصيه بعلم النفس المدرسي. اليوم بالتحديد حابين نحكي، بما انه بلشت مع بقول النتائج، عن الاطفال يلي نتيجتهم للاسف ما بتكون دائما على قد التوقعات وبينصدموا بموضوع الرسوب. شو فينا نحكي عن هالاطفال هول، خصوصا اذا كانوا باعمار صغيره يعني، وما مفروض يمكن يعني بالاغلبيه منقول بالاعمار الصغيره ما لازم يكون في رسوب. مزبوط، صح؟ اجمالا بالاعمار الصغيره قليل تيكون في رسوب، واصلا التوجهات كلها بتقول انه ما بقى لازم نخلي الطفل يرسب بصفوف صغيره، وقتها عم بحكي اقل من الكومبلمنتير. هلا بس بيضل في حالات استثنائيه الرسوب موجود، بس بيكون جايه من عوامل كثيره، يعني فيكون في عنده صعوبات تعلميه، فيكون في صعوبات عائليه، مشاكل عائليه، فيكون في مشاكل نفسيه. لازم نشوف مزبوط وين المشكل عم بيؤدي لهالرسوب. طيب هالرسوب كيف رح ياثر على لكان على هالطفل؟ كيف بدنا نواجهه؟ الرسوب ما بيصير نهار العلامات، يعني الطفل عم يرسب هو نهار النتيجه هي الواقع، الواقع ببين، بس ما هو شغل كل السنه يلي عم يبين بنهار النتيجه. يعني الولد يلي هو بحاله رسوب خلال السنه عايش هيدي الحاله، نهار الرسوب اذا بدك بضل عنده امل انه انا بركي، بضل عنده امل. مزبوط، اكزامان اخر السنه بيرجع بيشقلني شوي، بحط نتفت على هذا الامل اللي طيب. على طول بيتكلوا عليه، يعني للاهل بيتكلوا اكثر. مزبوط، بيبقوا على طول متوقعين انه رح تجي شيء عجوبه وتشيل ابنه من من هالحاله. هو نهار الرسوب بتصير الرسوب اذا بدك اجتماعي، يعني هاي الشيء اللي كان يمكن الولد مخبيه هو وعائلته كل السنه وعم بجرب يقنع حاله بالخيال انه انا رح اقدر انجح، بيجي نهار الرسوب خلص صار اجتماعيا هو شخص راسب. ومن هيك كثير مهم كيف نحن بنقول للولد ومين بقول له وكيف نتعاطى مع هالرسوب بالعائله، بالمدرسه، بالمحيط، كلنا سوا. كيف انا نتعاطى؟ وقتها بكون عم نحكي مزبوط. خصوصا بمجتمعات شرقيه مثل عنا، مش بس الام والبي بيتعاطوا، الجاره والتيتا والجده والعمات والخوال، العائله كلها بتتدخل وبيصير كل واحد يشوفه بالصيفيه عيب الشوم سقطت. يعني اذا كان الولد عنده محل عم يجرب يطلع حاله من الانحطاط اللي عايش فيه بنقضي عليه. بقى هي اول شيء تربيه لكل هالمجتمع، كيف نتعاطى مع ولد راسب؟ اول شيء بدنا نقتنع انه هو اذا رسب لانه عنده مشاكل، في سبب، في سبب. والمشاكل ما لنا على طول نقدر نفسرها لكل الناس، يعني لازم نقتنع كمان انه الولد ما انه مضطر يعطي كل تفاصيل حياته لكل الناس. صح. اول شيء بدنا نقتنع انه عنده مشاكل، ثاني شيء بدنا نقنعه له انه الرسوب، انت سقطت بالمدرسه بس اكيد عندك اشياء ثانيه انت شاطر فيها، عندك شاطر فيها، عندك موهب فيها. للاسف بمدارسنا، بسيستماتنا، بالمدارس اللبنانيه ما كثير بنضوي على المواهب يلي عنده اياها الولد. يعني المدارس منك اللي بالعربي، بالانجليزي، بالفرنسي، بالمات، خلص انت شخص ما بيسوى. وعلى طول بنعمل هالمقارنه بين الذكاء وبين العلامات، بوقت كنا بنعرف كاخصائيه انه فينا نكون درجه الذكاء عليها فائق الطبيعه ونسقط. يعني الرسوب منا على طول علامه قله ذكاء، بقى شيء نعطيها الثقه بنفسه. يا ريت هون نقول انه يعني المناهج عندنا صار بدها هيك شو بيقولوا نفضه، بدها نفضه، نفضه قويه، بدنا نرجع ننتبه انه التلميذ في وراه ولد نايم. ايه صحيح صحيح، حرام على الولاد. هلا مع الواقع يلي موجودين فيه خلينا نتعامل، عنده هالسله اللي حملها واللي ما زبطت معه، بدنا نطلعه منها، يعني بدنا نكفي، شو بنعمل؟ بندفشه؟ بنقول له تعال نعمل بالصيف، نرجع ندرس، نرجع كذا، نرجع بنعيده السنه، بنغير له مدرسه، يعني بتخبص العمليه هون. كل شيء قلتيه معقول يصير. بحالات محدده اذا بنغير مدرسه احيانا لنفسيته للولد، لانه ولد بسقوط هو ولد
كل الايجو اللي عنده اياه، كل الثقه بنفسه، كل الصوره الحلوه اللي عنده اياها عن نفسها انهدت، خصوصا انه الاولاد الصغار اذا عم بحكي بالعمر التكميلي مش الاكبر، هن اولاد ما عندهم ثقه الا بالصوره اللي الاخرين بيعطوهم اياها. طب اذا صوره الاهل فاشله، انت فاشل لانك ساقط، صوره الاساتذه كل السنه بيكونوا عم بيقولوا له منه طالع من امرك شيء، وكل صفر عم ياخذها، والاحمر يلي ملى صفحات فحوصاته لا وحده بتقول له انه هو غير البقيه، نظره اصحابه لأ له. لان احنا بنعرف مع التنمير اللي بيصير بالصف كيف فينا نحط اتيكات على ولد عنده صعوبات مدرسيه، بقى مع كل هودي وديجا اذا سقط صف بيلاقي حاله مع ناس جداد، خسر اصحابه يلي كان انه هيدا، بده يرجع يتاقلم بصف جديد، يقدر يواجه كل التحديات يلي عم بتصير. من هيك تغيير مدرسه ايام بحاله رسوب هي احدى الحلول يلي بنقترحها على الاهل. هي احدى الحلول، هي على طول نرجع على حاله كل شخص، بس هي احدى الحلول. اعاده المنهج بالصيفيه بخوفني، لانه اذا انا كل السنه بتسعة اشهر ما قدرت وصل هالولد انه يتخطى مشاكله، شهرين صيفيه ما رح ياثروا، وخصوصا انه وقت بقول انه في حاله رسوب يعني بمحل عم بقول انه في صعوبات تعلميه. وهون ايام دور الاهل، لانه بيرفضوا انه في صعوبات، بيرفضوا يروحوا لعند اخصائيه، يعني تنقدر نوجه عند اخصائيه حسي حركه بتاخذ معنا ايام كل السنه، تنقدر نوجه عند اخصائيين نفسيين بتاخذ معنا سنين، عند اورتوفونيست كمان بتاخذ معنا كثير وقت. بقى هون دور الاهل انه يقتنعوا انه اذا عندي صعوبات بدي احدد وين هي الصعوبه، شو اسمها، وين الحل لهالصعوبه، قبل ما عدلوا كل المنهج بالصيفيه واحرموا من كل مواهبه المعقول يعملها بالصيفيه. هو حق للولد يرتاح، يرتاح اكيد حقه. يرتاح يتنفس يشوف يغير من هيك شكل. اكيد بدعي كل الاهل يلي عندهم اولادهم هلا سقطوا انه ما يقصصون عن كل شيء، سقطوا بالمدرسه بالمات بالسيانس، بس ما سقطوا بحياتهم. يعني اذا ولد عنده موهبه بال، يا ريت هو بيحلم يتقصص عن المات، قال وين عود يعني بحياته قصصوا عن المات، قصصوا عن المات رح يحبونا الاولاد اليوم يا ريت. لا لازم تكفي له حياته طبيعيه. ايه صحيح، تنفسر له انت فشلت هون بس يمكن عندك قدرات كثيره غير محل، رح نضلنا ننمي لك اياها، نكفي له الرياضه، نكفي له نشاطات الموسيقى، الفن، كل شيء معقول، نشاطاته مع اصحابه، الدهرات، كفي حياتنا عادي بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. ونجرب نركز على المشكله يلي هي ادت الى الرسوب، هيدي ضروري. هيدي اول شيء. هيدي اول شيء. تنحل لحتى شو ما كان يعني الحل الثاني اللي رح بيجي مع بدايه السنه المدرسيه نقلع بقوه اكثر، برواء اكثر. مع السنة المدرسية منتابع شو؟ يعني شو اللي من لازم كمان يتغير مع السنة الجديدة لحتى ما نرجع نوصل إلى اللي وصلنا له قبل؟ يعني مش رح نغير كل سنة مدرسة. لا أكيد. شو بدنا نفسر له لهالولد؟ شو لازم نوعيه؟ إذا كمان كان في جزء يلي هو كسل، خلينا نقول، ما بعرف، يعني في أولاد ما كتير بيحبوا ياخذوا لود كبير بموضوع الدراسة، صح؟ لكن كلمة كسل بتنقذني بصفوف صغيرة، خصوصا انه عم نحكي عن عمر الصغير، نحن عم نقول بين 6 و9 سنين. كسل في دور الاهل، يعني انا بقول ولد كسول يعني في اهله ما عم يهتموا فيه. بنعرف انه في كثير امهات هلا بيشتغلوا وبيعطوا هالوظيفة التدريس بعد الظهر لحدا تاني، يمكن ما عم بيكون في متابعة مزبوط. يعني وقت بقول كسل برجع بقول والاهل وين موجودين؟ هو كسل الاهل اما كسل الولد؟ أوكي. يعني كلمة كسل لوحدها هي بنحطها بين مزدوجين تنقدر نشوف شو هي. اذا في قلة متابعة، يمكن نحن كمان في عنا عيال ما بيلاقوا في كثير اهمية للدرس، انه على كل الاحوال رح يرجع ياخذ مصلحة بيه خصوصا بالضياع. ونشوف قد ايه عم نحن كاهل عم نعطي دور اساسي، عم نحفز الولد انه بلا لازم تدرس، لازم تاخذ علامات منيحة. ايام مع البنات بنقلها على كل الاحوال انت بدك تتجوز واخذتك على المجلى بهالشغلة. اذا الاهل شوية ألف باء وخلص، اذا الاهل ما عم يعطوا هالتشجيع للولد ليه بده يدرس؟ بقى كسل؟ لا، في وراها كلمات كثيرة. اوكي. بقى انا وقتها بده يفوت ولد عم بيعيد سنته، اول شيء من حقه يعرف هو ليه عم بيعيدها. ما عم بتعيدها لانك كسلان، اصلا الكلمه بتهبط كثير وبتكسر كثير من الصوره اللي عنده اياها، ولا عم بتعيدها لانه منه طالع من امرك شيء، انت عم بتعيدها لان عندك صعوبات بهيدي الماده وهيدي الماده، واذا طلعت على الصف الثاني رح يكون عندك صعوبه اكثر تقدر تستوعب الامور. صح. لانه رايح عليك كثير معلومات قبل، بقى من هيك انت هلا رح تعيد
ولانك شاطر ولانك اذا عدت رح ترجع تكون تبين بين الشاطرين يلي بالصف، وترجع الثقه بنفسك تبين. ونحن كلنا حدك كرمال تنساعدك. من هون دور المدرسه ان يشتغلوا على كل معلمات الصف، على تلاميذ الصف، دور المدرسه توجه الاهل، والاهل يوجهوا المحيط يلي حدهم كيف نتعاطى معهم. عظيم. عندي بس سؤال بعد بما يختص بالولاد يلي عن جد عندهم مشكله، يعني عندهم مشكله بالدراسه، تاخر، بطء الى اخره، لعده اسباب ثانيه يلي ذكرتيها. بنروح على بنضلنا نجرب نحطهم يعني بالمدارس يلي عندها سيستم دمج الاولاد يلي عندهم حياه خاصه، او لا بنقطع الامل وبنروح على سيستم خاص محطوط ببعض المدارس اللي كثير قليله اصلا بلبنان يلي بتاخذ اولاد وبتعمل لهم منهج على قدهم او على السيستم تبعهم. وين بنروح؟ بنقول لا بده يطلع وهو رح يقوى ونحن عم نعالج، يعني بهالعمر بعد المشكله بتكون صعبه، وكيف بنتصرف؟ هون كمان عم ناخذ بحاله كل تلميذ، يعني بنشوف قد ايه درجه الذكاء عنده، قد ايه الصعوبات المدرسيه وين تقلا، وساعتها بنصير في يا توجيه يا بنضلنا بنفس المدرسه مع تغيير شوي بسيستم الدرس. يعني ولد عنده صعوبات تعلميه بالمبدا ما لازم يكون عنده اجنده كامله، ما لازم يكون الفحص هو صفحتين ونص، ما لازم يكون الفحص بخط صغير بنكبر له الخط. اذا سيستم المدرسه الموجود فيها التلميذ ما بيقدر يعمل كل هالتغيرات كرمال يراعي ظروفه، من الافضل انه نتوجه. وهون التوجه مزبوط بعد ما عندنا كثير مدارس بلبنان، بس يلي حلو انه بلش يصير فيه، بلش يصير فيه مدارس مقسمه حسب حالات التلميذ. ولازم الاهل يوعوا، يعني انا عم بسال من منطلق اني بعرف تلاميذ سقطوا السنه، نقلوهم على غير مدرسه اللي هي مدرسه كمان عندها المنهج الكامل، رجع سقط. ايه اكيد. وبعدنا عم ننقله على غير مدرسه كمان، يعني صار مأخر عن صفه 3-4 سنين وبعدنا عم نجرب فيه بمدارس. او بس رح اقول لك ليه، لانه بعدها فكره المدارس اللي عندها دمج لهالتلاميذ ما انها كثير تستوعب من الاهل، يعني في اهل دغري بيقولوا لك انه لا انا ما بقدر احطه بهيك مدرسه ونفسيته شو بعمل فيها، وعلى طول بنرجع بنقول للاهل انه اذا بنحط على بالانس نفسيته شو رح بتكون بمدرسه عم يسقط فيها معدله وما عم يطلع فوق التسعه كل السنه، بين مدرسه بين مزدوجين هي خاصه اما متخصصه لهالولاد، ورح تطلع رح يطلع معدله يمكن لفوق ال 14 ويشوف حاله بين المناحي اللي بالصف، نفسيا وين افضل؟ اكيد. بس بعد بدنا كثير يمكن فتره لنقدر نعوض. بس الاساس اللي قلناه انه بالنتيجه البرامج بدها نفضه، برامج بدها نفضه، بدها الاساتذه بدهم نفضه. هذا غير موضوع كبر الموضوع كثير، بنرجع نحكي فيه. لكن ميرسي لك اليوم اكيد على هالوقت، هذا رح ناخذ لحظات اعلانيه قليله، خليكم معنا.